يا البنات، واش نتوما كتصبح عندكم هاد الروينه ولا غير انا؟ شو يا البنات على الروينه. ولدي ما خلاليش هذا، هو بيت نعس اختي الجديد ديالي، وليت كنخلي بيت نعس ونجي نعس هنايا. هنا البنات راه جمعت البيات، هنا البنات صباح الخير عليكم، تصبحوا تربحوا. هنا البنات اختي دس غادي ندير واحد الحريشه، بانني منيس كنت في هاد الدار ما بقات كندير لا شهوه لا والو، بقات ملهيه هنا، نتقاب مسمار هنا، رد هادي، واختي نسيت كرشي. هنا البنات دس غادي ندير حريشه، تما كاينت عندي واحد اربعه الكيسان السميده البيضاء، البنات السميده البيضاء جربوها كتجي غزاله، تما واحد المعلقه سنيده، واحد نص معلقه ديال الملحه، واحد نص كاس ديال الزيت البنات، واحد نص خماره حمراء، تما كنبسبس كلشي مزيان باش كلشي كيتخلط ليا مزيان البنات. تما كاينات غادي نهز واحد الحفنه ديال السميده مبسبسه بالزيت، وغادي نديرها في واحد الطبيسي البنات باش نبسبس بها الحرشه ديالي من الفوق. تما كاينات غادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء، غادي ندير فيه واحد نص معلقه ديال الخميره، واحد الربع معلقه ديال الخميره، وغادي نزيد الكاس الثاني وزدت الكاس الثالثه البنات على حساب السميده ديالكم. تما كاينات البنات الحرشه كتبغي تكون مرخوفه، سر من الاسرار النجاح ديالها كما كتشوفوا. تما كنخليها جانبا باش كتزيد البنات، راكم عارفه السميده كتزيد تشرب. تما البنات راه عندي المقيله انا غير صغيره، كتهز تقريبا نص كيلو ما كاملش. تما كنا درت واحد المعلقه ديال الزبده، دهنت بها المقيله ديالي. صراحه الله البنات السميده البيضاء كتجي غزاله عندكم، تحضروها كتجي فنه، وصراحه حتى الثمن ديالها مناسب 5 دراهم. بعض المره كنخلطها بالصفرة، هذه المره لقيت في السوق السميده البيضاء، جبتها غير بوحده، صراحه كنخبزها كتجيني فنه. تما كنا غطيت داك المقله ديالي بالسميده من بعد ما دهنتها بالزبده. كما كتشوفوا دابا غادي نكب السميده ديالي، هنا راه تشربات البنات كما كتشوفوا، ما تخافوش منها. صراحه هي خصها تكون مرخوفه باش ما كتجي لا مدقصه لا حتى شي حاجه، كتجي غزاله البنات. تما كاينه راني بسطتها، وغادي ناخذ داك السميده اللي خديت من داك التبسبيسه مبسبسه بالزيت، وغادي نرش عليها الحريشه ديالي كامله. فصراحه هاد الله هاد القضيه هادي كتخلي الحريشه ديالنا دغيا كتحمر صراحه الله في المقله، ما كتعدمناش. انا غير كنحطها كنقلبها كنرجع على الوجه الاخر دغيا كتحمر لي وكتجيني زوينه. تما كنا تنقاد لهداك الحواف ديالها بهادي ديال البغرير باش كتجيني مقاده الحريشه ديالي. ثاني حاجه البنات الحريشه كتبغي شويه البوطه تكون مهيله باش دغيا كطيب، وصراحه الله ما كتعطلش علينا. هنا البنات راني كنجرب شويه اليوم يا اختي، راني يومين وانا راني متردده. اخيرا اختي غادي ندي ولدي للروض، صراحه الله هذه يومين وانا كنقول انديه ما نديش، لان عندي اختي مشكل واحد معقدني في حياتي، هو المشكل ديال النطق البنات. هنا البنات غادي نوريتكم الحريشه ديالي، راه قلبتها على الجهه الاخرى، دابا الوجه الثاني كما كتشوفوا دغيا كطيب. عاد الكاميرا ما عطياش حقها صراحه الله، جات غزاله اختي. تما كاينه الحريشه ضروري خصها واحد البريري داتي بليقه، من كنموت على اتاي، ما كيعجبني لا حليب البنات لا قهوه صراحه الله، العمر ديالي فاتاي كنموت على شي حاجه سميتها اتاي. كنديرو صراحه الله في الصباح، كنديرو في العشيه كنموت عليه. واخا كتقول لي ماما تحاولي تقيس فطره شويه بالحليب، كنقولها لا والو اختي، انا ما كاينش حتاي ما كتسلك ليش. ما كاينه البنات سلقت واحد ثلاثه د البيضات وشويه د الكونفيتور. شوف البنات انا على اتاي كندير كحل اختي، تبقى عطي حبوبات حتى تيوقف، الا ما كانش اختي حار بالنعناع بحبوبات مشحر ما نقولش اتاي. هذا هو الطبع ديالي هنا البنات، كنقسم معاكم اختي داك الحريشه. شوفوا لي اختي الحريشه كي جات، واخا غا بالسميده البيضاء ما نحقروهاش البنات، جات غزاله البنات والله العظيم ما نشكرها لكمش. شوفوا البنات هاد الكاميرا راه ما عطاتهاش حقها صراحه الله، ومني كتفطري في الحرشه كتطلي النهار كامل وانتي شبعانه. تما كاينه حتى البنات راني غادي نفطر وغادي ندوز نغسل المواعنات اختي، باش غاليوم اختي غادي ندي ولدي اخيرا غادي نديه الروض من بعد التفكير ديال 3 ايام اختي، وكانت شاور عاد اختي قررت اليوم، قالك اذا عزمت فتوكل. انا اختي غسلت الماعن وجمعت الطرف الدنيا باش غير نجي اختي نصب الغديوه ديالي. تما كاينه تندوز نهضر مع لا ميتريس ديالو ونشوف شنو كاين. ايوا واي يكون خير كما كنقولوا، واخا راني صراحه الله دايه وخايفه بزاف، لان البنات ولدي كان عنده مشكل ديال النطق، راه ما هضر لياش بزاف، ما هضرتش حفني ما تلقى كلمه ماما تتعدى
كذبت، ما خليت الولاد اللي في عمرو اللي في اللاج ديالي كنتلقى مواتهم كنسولهم، ما خليت ديتو الطبيب الرونديفويات. يا اختي اخيرا عبدا كيهضر ليا اختي، المشكل ديالو هو كان عايش بوحدو ما كيلقاش اللي كيهضروا ليا، ومني ديتو الفاس تقريبا عام وانا غدا جايه بيعه، تعلمني اختي شي شويه يضر دمك عارف شي يجمع الجمال، وبغى نديه في يدي الله. كنخاف الولاد يضربوه، كنخاف بزاف د الحوايج راكي عارفه اختي. الكبده صعيبه اختي الحبيبه، نهار سابقني كيقولي ماما مكتوبه، هو الناس كيعرف شي شويه يهضر ولكن ما كيعرفش يجمع الجمال. يلا عنده دابا 3 سنين ونص، ني اختي راه هابطه في الطريق، راه غادي فرحان على الله تبقى في هذه الفرحه. ايوا البنات هنا راني ديتو مع الاسف، وصلنا حتى لتما اليوم الاربع في العشيه ما كيقريوش اختي. نختار رجعنا انا وولدي كيقول لي ماما مدلاصه ساده، ماما مدلاصه ساده. نختار حنا رجعنا، تحبط لي ولدي كان فرحان اختي بالصوكه، كان بقات فيه داك لومبيونس وداك الفرحه. هنا البنات رحنا خارجين الشريطه ديال ولدي، جريده الالعاب كيحماق عليها يلعب شي شويه. حنا غادي ندوز ناخذ واحد السخيره كان خاصني ضروري، شي سخيره من هنايا خصني ناخذها. شي ما صراحه الله تلفوا ليا في الرحيل، كان خصني لابد نشريهم شي سخيره هنايا. عاد ندوز عاوتاني شويه نقص انا في الجريده، نشم شويه اختي ديال الهواء، الدنيا باقا عامره تبارك الله. واخا العشيه هذه راه تقريبا ما عرفت شحال هذه في الساعه، والدنيا باقا عامره. هنا البنات رحنا دزنا للجريده اختي، دينا ديك ولدي الدرا كما كتشوفوا سرحت رجليا في الكازول وجلس، ولدي كيلعب هنايا حدايا كيقول لكم باي باي عليكم، وانا كنهضر معاه وكيزيد كيتشكر وكينعس لي اختي في الربيع. هنا يا اختي خديت الحب ديالي، هو النبك كنموت على شي حاجه سميتها النبك يا البنات، شكون بحالي يا اختي. ودي خديت له الدرا وانا خديت النبك، وكلس اختي كنتفجر شي شويه انا ولدي. هنا يا اختي ولدي شاف ليا الصوصات قال لك خصو صوصو صوصو. هنا زدنا خدينا واحد الطاكوس البنات، نسمه فيا لا ما يوجد العشاء لا والو، كلينا برا وسالينا. اهلا وسهلا الغزالات، مساء الخير عليكم اختي. راه 10 ونص الليل هادي، يلاه دخلت من الزنقه صراحه الله ما كان فيا اللي يخرج، ولكن ولدي سطعني نخرجو 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 الجرده بليله اختي بالجرادي على صغرو. كما عندي ما ندير خصنا البنات نخرجوا صراحه الله كيخلص لينا بزاف الدار، كنحماق على شي حاجه سميتها النبك. خديت هنا جوج دراهم كسنا في الجرده شحال كليت فيها، شوف شحال باقي ليا ثاني نقصها عليا هاد الليله. جينا دزنا للسويقه خديت اعزكم الله، هادي صراحه الله كانت ناقصاني، كل ساعه كنقول خاصني نشريها. خديت هادي وخديت الشبيكه ديال الخبز بعشرين درهم، كانت عندي وحده ولكن ملي كنخليها فوق الفران ملي كنمشي البنات كنشعل الفران كنساها فوق منو، كي داك المره لقيتها حتى لصقت هزتها كلها مشات ليا لحتها. دابا شريت هادي زوينه كنديروا فيها هكا الخبيز. ايوا اش غادي نديروا البنات، خديت الحليب لولدي على حساب الصباح. ايوا اش غادي نديروا البنات، فجنا شي شويه طيرنا قنطاح يدنا شي فينيش. ايوا كنتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم، و ما تنساونيش عافاكم لي لايك، ولا ما كنتيش اختي مشتركه معايا في القناه تضغطي على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم جديد. تهلاو ليا فراسكم البنات، و الى فيديو جديد ان شاء الله.